كواليس علي ربيع، لان في ناس كتير قوي عارفه ان علي ربيع كوميديان وبيضحكهم وبتاع، لكن ما يعرفوش الانسان علي ربيع. هو في ناس عندها فكره ان الكوميديان دايما طول ما هو قاعد بيضحك وبيقول نكت وبيفرفش لا، هو بيبقى دايما مهموم وبيفكر ازاي يعمل الشخصيه بطريقه تضحك. علي كده يعني، علي هادي جدا في الكالوس، قلقان جدا، دايما بيبقى قلقان على شغله، مهموم، متعاون ومحترم جدا مع الناس الكبيرة أو الناس اللي سابقاه. يعني فعلا أما بتعامل مع علي وفي شباب كتير في الجيل ده كده، بحس أنهم ولادي يعني فعلا بمعنى الكلمة. يعني على فكرة أنا كان أول مرة أتعامل مع علي ربيع لقيته إنسان مختلف تماما جدا، بني آدم جميل جدا وفعلا محترم وقليل الكلام زي ما أنت بتقول، مش بيهيص لا خالص. وملتزم جدا. وطبعا بالمناسبة دي بنقول له ألف مبروك يا علي على الجوازة، ان شاء الله يا رب باذن ألف الله مبروك. تبقى في سعاده وهنا ان شاء الله. وكان جميل قوي اللفته اللي هو عملها انه ما عملش فرح علشان الله يرحمه دلال عبد العزيز، فدي طبعا دي لفته انسانيه بتعدي على ناس كبار لكن ما عدتش على علي. قول لي بقى شخصيه شلبي سلوفان، الناس بتحب الشخصيه دي جدا في الدوبلاج، اتعملت لها دوبلاج والناس كلها كانت بتتكلم عنها، ليه ما بتستمرش في الحاجات يا سامي؟ انا عملت اكتر من فيلم انتاج ديزني، زي المرعبين، زي مؤسسة المرعبين كده، وزي شخصية شلبي، وهقول اساميهم دلوقتي يمكن ناس ما تكون فاتت عليهم يعني، بس هو اكثرهم نجاحا هو كان شخصية شلبي في المرعبين. انا عملت شريك اللي هو شخصية الغول، التلات اجزاء عملت 1 و 2 3، وعملت كتاب الادغال او كتاب الغابه الاربع اجزاء، وعملت حياه الامبراطور، وعملت فيلم طائره الرئيس الفيلم الامريكاني. عملت حاجات كتيره جدا بس هو اكثرهم نجاحا كان شلبي. طب استاذ سامي قول لي ايه الفرق ما بين الدوبلاج وما بين التمثيل في الاذاعه؟ هقول لك على حاجه ليك انت. الدوبلاج بيطلع العيل اللي جوايا حتى لو الشخصيه كانت شريره او كبيره او بيخليني انا لما بعمل شخصيه دراميه رئيسيه انا بعمل لها ملامح خارجيه وببقى ملتزم جدا بالملامح دي، انما قدام المايك وانا بعمل شخصيه دوبلاج او شخصيه كرتونيه انا العيل اللي جوايا بيطلع وانا بشتغل. حتى لو كانت الشخصيه جاده او زعيم عصابه او شرير، لكن الناس لكن ما بتشوفش، لكن هو في النهايه كرتون. الناس ما بتشوفش انا بعمل ايه جوه وانا واقف او بتحرك.